معنا مدرب جمعية السلة والرياضة السلوية. سلة للرياضة السلوية. السلوية. تقدر تعرفنا شكون؟ جمعية سلة للرياضة تأسست في 2011. كنا بدينا في فئة الفتيات والصغيرات وبدينا كنخدموا. هاد العام هذا وصلوا لي البنات أغلبية سن جونيور جونيور بحكم بأن ما كاينش بطولة وطنية ديال لي جونيور. قررنا بأن نلعبوا بهم هاد البنات جونيور نلعبوا بهم سنيور يعني في إطار تنشيط بطولة القسم الوطني الثاني إناث في إطار تنشيط مع المباريات ماتش مورا ماتش كربحوا يعني تكلاسينا الأول في المجموعة الأولى ديال القسم الوطني الثاني. مع من لعبتوا؟ كنا لعبنا مع المغرب الرباطي لعبنا مع الأمسات لعبنا مع نادي مهدي تيفنت لعبنا مع حلالة ديال قنيطرة لعبنا مع اتحاد تمارة يعني كانت بطولة يعني مسار طويل تتوج بأنه تكلاسينا في الصف الأول من مورها لعبنا لي بلاي أوف الأولين وجهنا سيدي عثمان في المقابلة الأولى تأهلنا عليه مورها وجهنا نادي المكتب الوطني للكهرباء فاش ربحنا نادي المكتب الوطني للكهرباء تكلاسينا يعني برومي سوكيفي أننا طلعنا مباشرة القسم الوطني الأول. هذه المباراة اللي شتي اليوم هي في إطار نصف نهاية القسم الوطني الثاني من أجل التنافس من أجل تحديد بطل القسم الوطني الثاني إناث. هي دابا السيمانة الجاية غنشوفوكم في وجدة. السيمانة الجاية إن شاء الله غادي نلعبوا النهاية غنشوفوا الفريق اللي غيتأهل على مقابلة نادور مع راشدية وغادي نتلاقاو معاه في مباراة النهائية. بغيت نسولك الامكانيات كيف كديروا مع الامكانيات دابا لي ديبلاسمون شفت الخرجات وهانتوما جيتوا الجديده واش جبتوا هنا ولا جيتوا يلا جيتوا ديريكت؟ لا بالنسبه للامكانيات الامكانيات عندنا واحد الدعم صغير كنقول له سطر عليها صغير ديال الجماعه تنحاولوا نجريوه بمساعد بمساهمه ديال البنات يعني حنا دايرين ماشي داك الفريق داك الفريق ديال الفريق اللي كيمول كل شيء حنا دايرين فريق البنيتات يعني في اطار انهم تنشطوا راسهم يعني بحال دابا تنقولوا عندنا ديبلاسمون غتخصكم الماكله بحال دابا اليوم جبنا الغداء معانا يعني كرينا ومشينا الصباح كرينا وكنا جايبين معانا غدانا ما مشيناش من اجل يعني كنخلصوا غير داك الشيء اللي ضروري. الفريق ديالكم عنده الفئات السنيور مثلا راه هما دابا جينا تيلعبوا سنيور لا دراري لا ما عندناش لا عندنا البنات هذا فريق تخصص اناث من انت باقي ما هضرتي لينا على راسك لان عندي بزاف ديال المعلومات قالوا لي الاختصاص ديالكم هما اختصاص ديالك التدريب الفتيات التخصص ديالي باسكتبول في ماروك وي العام فايت لعبت نهايه بطولة المغرب إينات كنت مع شاد نادي القنيطرة لعبنا ضد الصويرة هذا العام هذا يعني قلت كما بينا بأنه يمكن لك تلعب فريق واجد بينت بأنه راه يمكن لك تلعب فريق مبتدئ يعني يمكن لك تخدم والحمد لله. شفت القامات المشكلة ديال القامات ما كاينش قامات طويلة القامات هذا الشيء اللي كاين في الشيء اللي عطى الله في سنة مي حنا تنجريو إلا شتي المقابلة كنحاولوا نغطيو على داك النقص ديال القامات بالسرعه وما تخليوش الفريق الخصم يلعبنا تحت السله. واش يكفي الصعود واش فكرتوا العام الجاي لان غتكونوا في دوزيام سيري يمكن بريمير قسم وطني اول واش فكرتوا لان غيكون المصاريف اكثر من دابا حنا ان شاء الله الا طلعنا راه كلشي فريق يكون عنده طموح انه يطلع ملي كيطلع عاد يبدا يقلب على مصادر التمويل ان شاء الله غادي نشوفوا مع ناس الجماعه ونشوفوا مع دي سبونسور يقدروا يعاونوه بنفس البنات مازال ما فكرتي؟ لا ضروري غادي يكون واحد التصعيب ضروري يكون تصعيب نزيدوا شي بنيتات لانه مشكل عندنا حنا في سلا والرباط كاين بنات ولكن الفرق ديالهم ما عندهمش طموح الصعود فهمتي نقدروا نستعنوا بدوك البنيتات اللي مثلا هما النيفو ديالهم ديال البريمي ديفيزيون
الفروق ديالهم كتلعب في الدوزيام ديفيزيون. ما عندك ما بغيت نسولك في كتريني عندنا وفي كتلعب؟ عندنا تيران ديال دار الشباب تبريز هو فاش كنترينيو قاعة ولا لا قاعة ديال بلانير هو فاش كنترينيو والمقابلات تنجريو في قاعة المريسة سلا قول عندنا حصة في القاعة ديال المريسة زائد المقابلات والحصص التدريبية العادية كندوزو في بلانير في تيران ديال دار الشباب تبريز. عندك شي إضافة؟ عندكم تشكر الاباء ديال الوليدات اللي كيتيقوا فينا وكنشكر البنيتات على هذا المجهود لانه فعلا انا تندير خدمه ولكن ديك الخدمه هما اللي كيخرجوها ليا للواقع يعني الحمد لله لانه اي حاجه توجيهات اللي كنعطيوهم سميتو كيطبقوه هذا هو اخر كلام ديالي عاوتاني كنفكر الديبلاسمون ديال وجدة واش شفتو فكرتو كتفكروا فيه من دابا الديبلاسمون ديال وجدة كما قالوا ندورو الصينية ويجي الله هادشي اللي كاين الناس كيبداو ينتظروا من الجامعة شنو غدير تقدر مثلا الجامعة تكلف لينا بالمبيت ولا شي حاجة هو كيبقى ترونسبور يبقى ترونسبور نتقدر عليه ماشي مشكل الحاجة اللي كنا خاصنا نبداو بها ما بديناش بها غادي نكملو ما قلتيش لينا سميتك ما قلتي لنا عادل العمري عادل العمري مدرب وطني الدرجه الثانيه دوزيام دو بريف كنت شي وقت في اسيكا كنت وقت في 2011 لعبت مع الاسيكا وصلت معاهم نصف نهائيات بطوله المغرب والعام فايت لعبت مع الكاك نادي القريطري لعبنا نهايه بطوله المغرب شكرا تبارك الله عليك الله يبارك فيك